السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ بتمنى لكم كل الخير. معايا دلوقتي اخر التطورات الصحية لكل الفنانين والاعلاميين، وخبر هام جدا ليسرا باعتزالها الفن، وخصوصا بعد اصابتها بكورونا. كل التفاصيل دي هنعرفها بعد لما نصلي على النبي ونبدأ بسم الله. ايناس الدغيدي، نهاية مأساوية حزينة جدا لايناس الدغيدي. بصراحة حالتها ميؤوس منها، هي ما بتفوقش خالص من الغيبوبة، ورأي الأطباء إن حالتها ميؤوس منها تماما، لأنها فاقدة نطق وحركة وإشارة كل حاجة. هي دلوقتي مجرد عايشة على التنفس الصناعي، يدوب ما بتقدرش حتى تاخد نفسها نهائي، خصوصا بعد وقعتها الأخيرة في الحمام فركبتها كمان اتكسرت، فالموضوع زاد عليها جدا. طبعا نتمنى لها الشفاء هي وكل مرضى كورونا. دلوقتي معايا هالة سرحان. هالة سرحان المفروض ان هي في امريكا واخدة الجرعة في امريكا، ولكن اللي اكتشفناه ان هي لما اتصابت بكورونا اتصابت لانها اخدت جرعة واحدة. كورونا المفروض تتاخد على مصل كورونا المفروض تتاخد على جرعتين، الاولى التانية بعدها ب15 يوم. هي اخدت الجرعة الاولى، او بمعنى اصح يمكن ممكن يكون المصل ده مشكوك في امره او مش تمام، يعني الله اعلم، مش قادرين نقول حاجة. لكن هي اتصابت بكورونا على الرغم من وخدانها نصف الجرعة، فاحتمال ده يكون سبب لها اصابة اكبر. معانا دلوقتي ماجد المصري. ماجد المصري اتصاب كمان بكورونا بعد، خصوصا بعد اصابة زوجته ب4 ايام او 5 ايام، هو كمان اتصاب بكورونا، لكن هو حالته مش شديدة قوي والحالة مستقرة الى حد ما، وهو دلوقتي في غرفة عادية مش محتاج خالص يتنقل لمستشفى، هو على تنفس صناعي بس في بيته، بيتلقى بروتوكول العلاج بتاع كورونا في البيت عنده، ولكن الحالة مطمئنة ومش خطيرة. طبعا كورونا بتختلف من شخص لشخص، ونتمنى له هو كمان الشفاء. معانا دلوقتي فيفا عبده اللي اثارت جدل كمان امبارح بعد تنزيلها الفيديوهات اللي هي نزلتها، ناس تقول قديمه وناس تقول جديده، ولكن الفيديوهات دي فعلا قديمه، لان بمداخله معاها زمان مع وائل الابراشي قالت انها بتعمل فيديوهات وقت ما بتحب تنزلها لما بتكون مسافرة او تعبانة بتنزلها لجمهورها. لكن المسؤول دلوقتي على صفحتها بنتها عزة، بدل ما تدعي لها بتنزلها فيديوهات راقصة وفيديوهات عشان تعرف الناس ان مامتها تمام، بس الاولى انها تقول لشفو ادعوا لامي بالشفاء، ده اولى واحسن. طبعا نتمنى لها الشفاء ولو كانت سليمة. الفيديوهات اللي هي نزلتها يعني من بيتها زي ما هي بتقول، ولكنها ده مش حقيقة، هي دلوقتي في المستشفى. تمنى تكون عند صوابها وما تقولش ان انا هرجع اتنطط وارقص تاني. بنتمنى لها طبعا الشفاء العاجل. فيفا عبده في ناس بتحبها في ناس ما بتحبهاش، بس في الاخر كل واحد كما يدين. نتمنى لها برضو الشفاء. معانا دلوقتي الاعلامي وائل ابراشي. الاعلامي وائل ابراشي حالته غير مستقره الى حد ما، ولكنه في غرفه عاديه الان وعلى التنفس، وخصوصا بعد مداخلته مع الاعلامي عمرو اديب لما قال ان كورونا التهم جزء من الرئه عنده والباقي من الجزء اللي باقي بس هو على قد التنفس، فطبعا ده بيسبب له ضيق في التنفس دائم، فهو دايما محطوط على جهاز تنفس صناعي، ولكن حالته الى حد ما افضل من الساعات الاخيره اللي قبل دي، كانت اصعب من كده بكتير. دلوقتي ندخل على اهم حاجه في الحلقه بتاعت النهارده، يسرا. يسرا طبعا كلكم عارفين ان هي متصابه بكورونا، لكن في مصدر مقرب منها قال انها قررت اعتزال الفن تماما بعد تعافيها من كورونا، من فيروس كورونا، وانها قررت ان تلجا الى الله في محنتها، داعيه من الله ان تمر محنتها ديت على خير وترجع لحياتها الطبيعيه من جديد. هي دلوقتي طبعا احنا عارفين ان هي في العزل المنزلي مستمرة على اخذ بروتوكول العلاج لحد الان، وذلك بعد لما اتصابت بكورونا. الكلام ده كان في الاسبوع الماضي، وهي الان على الاكسجين في بيتها، ولكن حالتها يعني الى حد ما احسن، بس مشكلتها الوحيدة ان هي وهي صغيرة كانت بتعاني من الربو، فده كان بيخليها يعني مخليها الحالة كل ما تستقر للاسف بترجع شوية بشوية. اتمنى للجميع الشفاء العاجل باذن الله، بتمنى لكم انتم دوام الصحه وراحه البال دائما يا رب، يا رب دايما اكون عند حسن ظنكم. بشكركم جدا، ما تنسونيش في لايك. شكرا، سلام عليكم.